السؤال الثاني قال إذا كان محمد الأمين إسماعيل ومحمد مصطفى عبد القادر وأبو زيد وعلي عطا المنان قال ديل لو ما سلفيين من هم السلفيون في السودان؟ أنا عارف مش فتشهم فهمت؟ ديل عطالا قلتهم ديل عطالا محمد الأمين إسماعيل ما سلفي. اسمع الكلام ده كويس أنصار سنة ولا غيره؟ زعلان تعال خش هنا نحلق لك صلعة زيك وزي حميدة فهمت؟ محمد الأمين إسماعيل مبتدع سروري ما عنده علاقة بمنهج السلف. وين منهج بتاع السلف؟ محمد الأمين إسماعيل يدعو يخرج على الحكام في المنبر ويثني على سيد قطب، سيد قطب انت يثني عليه ويثني على عبد الحي يوسف في جامعة الخرطوم كلية الهندسة انت سألوه السؤال ده قبل سنتين أو ثلاثة وأنا قاعد جوا الجامع قال لي يا شيخ هل نأخذ العلم من عبد الحي يوسف؟ ده السؤال مكتوب كده. قال لا هل يجوز أخذ العلم من عبد الحي يوسف؟ قال السؤال هل يجوز أخذ العلم من شيخنا؟ دي حشره طبعا، من شيخنا عبد الحي يوسف. قال يا شباب اتقوا الله، عبد الحي يوسف رجل عالم وحباه الله علما واسعا وفقها واسعا إلى آخره، تثني على مبتدع عبد الحي يوسف ده تكفيري، أنت ما عارفه ولا شنو؟ عارف يا محمد الأمين إسماعيل، عارف. ومحمد مصطفى عبد القادر برضه ما عنده علاقة بمنهج السلف. انت كلامي دير كلهم ناس المنهج السلفي بريء منهم. محمد مصطفى عبد القادر ومحمد الامين اسماعيل كذا، خليك الصوت ده بيصلك ان شاء الله عز وجل، خليك معانا زي ما قال يا جماعه. انت محمد مصطفى عبد القادر ده زول يسب اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وردوا عليه العلماء الكبار، اسمو شان صار السنه يقول لك انتوا صغار ونبذتوا العلماء وما نبذنا علماء. احمد مصطفى عبد القادر ده نبذ العلماء، ليه انصار السنه ولتو بجيكوا الريال من ناس الفوزان وربيع بن هادي المدخلي محمد بن هادي المدخلي وعبيد الجابري؟ هؤلاء العلماء اساء اليهم محمد مصطفى عبد القادر رجال الفتيحات، بس يا اخر حاجه بقى شغال بتاع نسوان سايد، انا ودى الخرطوم وانت ودى مدرمان، ده ذكرني الاغنيه بتاعت العطاله ديلك بنمسكها من الكبري ودي البدايه من بري ما عارف ليك يا المنشية، ما هو ده الخرطوم بتاع شنو؟ ده رد علمي بتاعك. محمد الملمين اسماعيل ومحمد مصطفى عبد القادر علي عطا المنان ده انا بعرفه. ابو زيد ده اخر عمره برضه يمشي مع التكفيريين ويمشي مع السروريه انت، واقر الهواري وبقيه الدكاتره على الباطل بتاعهم بعدم انكاري عليهم، انت كلامي؟ ما تقول لي ده زول كبير وزول مات سايد، اي مات لكن عنده باطل ويرد عليه، انت كلامي؟ ده السؤال الثاني. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.